اهلا بكم وجمعة مباركة اذا المنتخب الجزائري يقوم بجولة استرخائية امام الفندق الذين يقطنون فيه في الدوحة القطرية كما تشاهدون مشاهد رائعة ومنشآت كبيرة قامت قطر بانشائها لتطوير الكرة المحلية وفي ثاني خبر قنوات كأس قطرية تصدم الجزائريين بخبر غير صار وهو عدم نقل مباراة الجزائر غامبيا فما هي يا ترى القنوات الناقرة؟ ربما ستكون الأرضية الجزائرية هي التي شارت حقوق نقل مبارتي الجزائر غامبيا وجزائر غانا في انتظار تأكيد الخبر في ثالث خبر وهو غيابات كثيرة للمنتخب الجزائري في هاتين المباراتين على رأسهم بن سبعين سليماني وكذلك رياض محرس وسعيد بن وكذلك الرئيس مهام بولهي ولكن توجد البدائل لجبل الماضي يتعلق الامر به اللاعبين المتالقين في كاس العرب كاش إبراهيمي وغيرهم بالتوفيق المنتخب لا تنسوا لايك وتعليق واشكر